عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حمدي من قناة ايجيبت كورس، واحنا جوه النيسان سيلفي. المفترض ان ده الجيل الجديد من النيسان سنترا. طبعا العربية دي لسه أول ظهور ليها في المعرض. هنا كان في احتفالية كبيرة جدا من شوية بخصوص أول ظهور للعربية دي. كان في لقاء صحفي العربية طبعا كان في فرصة ان انا اصورها واعرضها ليكم. ده مفترض ان ده الجيل الجديد من النيسان سنترا. زي ما انتم شايفين فتحات التكييف الدائرية. العربية بسيطة خالص، سهلة جدا، خامات كويسة جدا. الجلد انا شايفه موجود بكثرة في كل اجزاء العربية. طبعا في شاشة كبيرة تاتش. الشاشة الكبيرة دي بقت حاجة اساسية دلوقتي، مبقتش اوبشن. فطبعا انا شايف ان نيسان عملت عربية حلوة جدا. ليه؟ الديزاين عجبني، يعني البساطة مع وجود الخامات جودتها عالية في اغلب الاجزاء، في الابواب، في التابلو، دي فكرة حلوة. فتحات التكييف الدائرية جايز ما تعجبش ناس كتير، بس ستايل جديد. الشاشة في طبعا فيديو تاني عن النيسان سنترا، الشكل اللي عندنا بس مكتوب عليها زيرو ايميشن. في الفيديو الخاص بيها هعرفكوا يعني ايه. فقلت برضو تاخدوا فكرة عن العربية الجديدة او الجيل الجديد من النيسان سنترا. انا بحاول طبعا اعرض لكم اكبر قدر ممكن من العربيه. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناه، ولو في اي استفسار اكتبوه في التعليقات. شكرا.